واحد مرون فاس كل كل واحد يرون مدينه المغرب غير يترون هو هذا هو راه راقد مع راسه تطلق الكلمه واش تمسح الناس مع الكلمه عاش الملك 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 القرار الوالي اللي جا مجحف في حق السائقين المهنيين. هذا القرار اللي كان مفروض انه يكون بتشاور مع المهنيين جاء تتفرض على المهني. انك فرق ما بين انك تتشاور مع المهني تتشاور مع المهني على اساس انك تلبي له واحد الطلب وفرق انك تجي تفرض عليه انا كممثل مهني او كسائق مهني انا اللي تنمارس المهنه وانا اللي عارف المعاناه ديالي وانا تنطلب من الساده المسؤولين انهم يمدونا يد العون انهم ينضموا معنا القطاع ولكن هذا التنظيم ديال القطاع يكون في صالحي ما يكونش على حسابي انا تنطالب بالحقوق ديالي وتنطالب بالواجب ديالي ولكن انا مستعد انني نلتزم القوانين اللي تنزلي في جميع المدن المغربيه حنا ما تنطلبوش شي حاجه خارج القانون المطالب اولا اننا نخدموا داخل المجال الحضاري بدون قيد او شرط كجميع المدن الدار البيضاء الرباط مراكش فاس مكناس مكناس اللي ديمنا اللي معانا في الجهه مكناس اللي معانا في جهه ولايه جهه فاس مكناس الان تنتفاجئ ان السيد القرار ديال السيد الوالي تيمنعنا ان نخدموا باريحيه الرساله للسيد الوالي اننا حنا ناس سلميين وما باغينش العنف والناس قانونيين انه يوقف القرار اللي اتخذ ويرد فيه الاعتبار ويكون مراجعه والتشاور مع المهني من ناحيه الخطوط ومن ناحيه العقوبات يكون التشاور تاكد عليها ماشي الاملاء لان الطريقه اللي جا بها انه تيملي عندنا القرار اللي صادق عليه ووافق عليه مع اللجنه ديالو حنا ما كنقولوش بانه حنا ما نخدموش من ضمين ومنتظمين ولا شي حاجه من هذا القبيل لكن لابد ان الاشراك المهني خصو يكون السيد الوالي كان لقاء عندنا هذه معاه واحد 3 ايام صراحه غير جمل علينا القرار ما شاركناش فيه ما شاركناش فيه لا في الجانب العقوبات ولا في الجانب المسارات مع موازنه ان الاخوان ديال الصف الثاني في كل ما في كل في كل الاحياء وفي كل المقاطعات داروا لهم شارات كيف داروا الاخوان ديالنا في الصف الثاني شارات ديال الوقوف حتى حنا يديروا لنا شارات ديال الوقوف حنا اصلا هذه الوسائل لما تخلقت المواطن لا الحافله ولا التاكسي الصغير ولا التاكسي الكبير في خدمه المواطن واخا كانت تجي شي وسيله واحده اخرى اللي هي الترامواي او شي مساله لما في الخدمه في الاصل المواطن رساله ديالي السيد الوالي ديال الجهه انه يوقف هذا القرار والقرار ما يتخذ بصفتهم انه الدائره 63 كيخول لهم انه يعطيو قرارات لكن باشراك المهني باشراك المهني والسلام عليكم وشكرا لكم كمنبر اعلامي حر جيتو تعبروا على المعاناه ديالنا.